لأهمية الموضوع معنا من الرياض مباشرة المشرف على معهد الفضاء والطيران في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد الحصان. دكتور خالد أهلا وسهلا فيك معنا في MBC في أسبوع، وسؤالي لك ماذا يعني بعد المباركة بهذا الإنجاز، ماذا يعني نجاح السعودية في الأقمار والاتصالات الاصطناعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام. طبعا المملكة العربية السعودية تملك قمر للاتصالات الفضائية، هذا يعتبر إنجاز. طبعا يحظى قطاع الفضاء والطيران وقطاع تصنيع الأقمار الصناعية دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. طبعا هذا المشروع برضو يعني من المشاريع التي تعتبر متقدمة جدا في صناعة الفضاء وصناعة الأقمار الصناعية، حيث أن هذا المشروع هو للاتصالات الفضائية. الاتصالات الفضائية ماذا يعني؟ يعني أنه بالإمكان أن البث المباشر للمناطق النائية، المناطق المنكوبة لا سمح الله، وفي البحار وفي الطيران، يعتبر من التقنيات التي لابد أن الدول تملكها. خلال زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية في أبريل عام 2018 يعني تم اطلاع سموه على المراحل النهائية لتصنيع هذا القمر، وتكرم سموه في التوقيع على آخر قطعة تم تصنيعها لهذا القمر، وبعبارة فوق هام السحب. طبعا نحن نرى أن المملكة العربية السعودية الآن ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عملت على تقنيات حساسة في صناعة الفضاء والطيران، منها القمر السعودي الذي نشاهده يعني اليوم في الانطلاقة لتلبية احتياجات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، الشرق الأوسط، أوروبا، وكذلك أفريقيا وآسيا أو آسيا الوسطى. هذا القمر يعمل على ترددات الكي اي باند النطاق العريض، يعني يتيح لك أن استخدام المالتي بيمز أو الحزمات المتعددة للأشياء الأمنية، للأشياء الحرص على استخدام وإرسال من محطات مملوكة كامل للسعودية، والمشغلين وإدارة هذه الاتصالات سوف يكونون إن شاء الله من الشباب الذي سوف يدربون إن شاء الله على هذه التقنيات. دكتور خالد، خلنا نحكي شوي عن الفترة اللي سبقت إطلاق الصاروخ SGS-1. احكينا شوي عن المراحل اللي عدى عليها هذا المشروع والفترة الزمنية اللي استغرقها عشان يتم اكتماله. طبعا المشروع بدأ في 2000 وبدايته الفكرة بدأت من 2015. طبعا أول ما بدأت الفكرة أنه اجتمعت المدينة أو كونت فريق معهد بحوث الفضاء والطيران، يعني يوجد هناك 550 مهندس مختص في مجال الفضاء والطيران، وكونت المدينة فريق مع الجهات الحكومية المعنية والجهات في القطاع الخاص لوضع خارطة أو لوضع مواصفات فنية لهذا القمر. ومن ثم يعني وجدنا أو بحثنا عن شركات متقدمة لتساعد أو تنقل تقنية الأقمار الصناعية إلى المملكة العربية السعودية، ووقع الاختيار على لوكهيد مارتن، شركة عملاقة، شركة قوية في صناعة الأقمار الصناعية الضخمة. طبعا هذا قمر صناعي ضخم يصل وزنه إلى 6495 كيلوغرام، وفي المدار الثابت، كم يبعد المدار الثابت عن سطح الأرض؟ يبعد ما يقارب 35786 كيلو متر. تحتاج تقنيات طبعا لإطلاق هذا القمر. استخدمنا الصاروخ أريان 5 الذي يصل وزن الصاروخ 780 طن، يعني تخيل واحد 780 طن ينطلق في فترة زمنية 42 دقيقة و27 ثانية كما نشاهد الآن في التلفزيون. لذلك نحن الآن نتكلم عن آخر ما توصل إليه يعني التكنولوجيا في هذا المجال. ما شاء الله. تسعى المملكة دائما في المساهمة في نقل وتوطين تقنيات الأقمار الصناعية أو التقنيات الحساسة بشكل عام، وهي تعتبر من أحدى برامج أو برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تم الإعلان عنها من قبل عدة أسابيع، والتي هي بتكون إن شاء الله محور ارتكاز أو محور أساس في رؤية المملكة 2030. والذي ماذا تعني رؤية المملكة فيها رؤية 2030 في هذا المجال؟ زيادة المحتوى المحلي،
مشاركة الشباب السعودي في العمل في التقنيات الحساسة وخلق فرص وظيفية في تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، وكذلك نقل وتوطين التقنيات ولاكتمال الدورة الاقتصادية كاملا. طبعا هذا القمر يعني يحتوي على مزايا، مزايا هذا القمر يحتوي على حمولة الذي نسميها متعددة الحزم. اثنين، يحتوي على ألواح شمسية قادر على توليد طاقة تصل إلى 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 21 كيلو واط، وهذا يعتبر من المزايا الحديثة التقنية لصناعة هذه الأقمار. يحتوي كذلك على ميزتين، ميزة إن الأقمار الحديثة ميزة الأقمار القديمة، الأقمار الجيل الأول من هذه الأقمار كان يعمل على قمر صغير وهوائيات كبيرة تصل إلى 30 متر الهوائيات في الأرض. هذا القمر الهوائيات الأرضية تكون صغيرة، تكون ما يقارب أقل من متر في بعض الأحيان، وكذلك القدرة على وحدة معالجة الإشارة للسماح تغيير الإعدادات وإرسالها مرة أخرى بقوة إضافية. كذلك القمر له خاصية إن بإمكان القمر التعامل مع المستخدمين وتمرير الاتصالات خارج عن نطاق المحطات الأرضية. طيب دكتور خالد، يعني كل هذا دكتور خالد كل هذا من المواضيع التقنية والتكنولوجية جميل جدا، لكن أنا الآن شدني أنك أنت ذكرت موضوع الشباب السعودي، القطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتقنية لدينا في السعودية إن شاء الله مقبل على حقبة جديدة انطلاقا من فوق هام السحب، لكن الشباب السعودي كيف سيكون استفادتهم والأثر الذي سينعكس عليهم ما هو؟ طبعا احنا دربنا ما يقارب 20 مهندس من الكفاءات الموجودة في المدينة في مقر شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة الأمريكية على تصنيع واختبار هذه التقنيات، وتم معاملة المهندسين من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كما نفس المعايير والمقاييس التي تستخدم لموظفين الشركة لوكهيد مارتن. طبعا هذا جزء من التدريب، ولكن سوف يكون هناك تشغيل أرضي وبرمجيات وإدارة، سوف يكون طاقم سعودي 100% بإذن الله، لأن القمر مملوك للمملكة العربية السعودية. طبعا في صناعة الفضاء والطيران لكي تكتمل الصناعة لابد أن يكون هناك مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في هذا المجال كما هو معمول في دول كثيرة في العالم. لكي تضع قمر في 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 مدارها الثابت او مدارها المنخفض هناك عدة عوامل وعدة قطاعات لازم ان تشارك. الشباب السعودي سوف يقوم، ولله الحمد كما ذكرت يوجد عندنا ما يقارب 550 مهندس مختص الان في صناعة الفضاء والطيران في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعوديين. سوف نقوم باذن الله سعوديين، نعم سعوديين ومصممين وعلى مختلف الدرجات، درجة البكالوريوس والدكتوراه والماجستير والهندسة في جميع تخصصاته. هنا لما تكتمل كما ذكرت أن رؤية مملكة 2030 وبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هي وضعت الخارطة الطريق، وضعت الجداول ووضعت الطريق كيف تنتقل من البحث والتطوير إلى مستوى ناضج يكون له قيمة سوقية. نبحث حنا عن حاجتين الآن، هنا حاجة أمن استراتيجي، اكتفاء ذاتي، وكذلك نبغى نبحث عن فرص تجارية، فرص اقتصادية تلبي احتياج المملكة العربية السعودية وخارج المملكة العربية السعودية لتصدير التقنيات في بعض التخصصات. واضح. نحن الآن نقوم في تدريب يعني في جميع التخصصات ومنها تخصصات الاتصالات الفضائية. حيكون إن شاء الله دور المشاركة الشباب السعودي حيكون إن شاء الله مشاركة نوعية، مشاركة قيمة في والعمل في تخصصات تعتبر من التخصصات الذي يعني تحتاج إلى التدريب إلى فترة طويلة تستغرق سنة سنتين في فترة التدريب، ومن ثم يكونوا مؤهلين في العمل في هذه التخصصات. يعطيك ألف عافية دكتور خالد، أكيد إحنا نرجع نبارك لك مرة ثانية بهذا الإنجاز ونبارك لوطننا ولأنفسنا أيضا بهذا الإنجاز الغالي. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. كان معنا من الرياض المشرف على معهد الفضاء والطيران بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد الحسن.